على صعيد آخر، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني أن الأردن لم يتلقى لغاية الآن أي دليل على أن الطيار الأردني معاذ الكساسبة على قيد الحياة، مطالبا الإعلام بالتوثق من معلوماته قبل نشرها فيما يتعلق بقضية الطيار الأردني الرهينة لدى تنظيم داعش الإرهابي. وأكد المومني أن كافة الجهات المختصة تتابع على مدار الساعة كل ما يتعلق بقضية الكساسبة، مشددا على أن أي معلومة لدى الحكومة سيتم الإعلان عنها. أولوية لحياة الطيار الكساسبة، قلنا أنه إحنا نطلب ونؤكد على هذا الطلب بضرورة أن يكون هنالك إثبات على حياة الطيار الكساسبة، وبعد ذلك يتم الحديث عن أي خطوات أخرى. نتابع على مدار الساعة، والمسؤولين بكافة الأجهزة لا زالوا مستمرين بالمتابعة بشأن هذا الأمر. إحنا بنقول أنه كل ما يمكن أن يتم عمله تقوم الأجهزة المختصة بعمله من أجل تأمين عودة الطيار الكساسبة إن شاء الله إلى أهله ووطنه.